لا 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 هل يمكنك ان تكون هناك من 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 يمكنك ان That's my love. مبشر مشاهدي الاوفياء مشاهدي قناه شوف تي في الحاليه كتواجدوا في الاسواق الشعبيه ديال كازا ديال سوق البحيره. جينا باش نشوفكم ونقربكم الاشبينه ديال السمك، فكان السردين ما كاينش في السوق اليوم غير الحوت الابيض، والثمن ديالو غالي غالي بزاف على الدرويش، حيت بحكم انه كيتراوح ما بين 80 درهم حتى ما بين 50 درهم حتى 90 درهم الكيلو. فهاد الحوشه الكبيره كما كتشوفوا مساويه 120 درهم الكيلو، تبارك الله قداش حوتها يعني 120 درهم الكيلو. فالدرويش ما يمكنش يشري شي حاجه دايره 120 درهم الكيلو، 120 درهم بالنسبه لي راه شي حاجه اللي كبيره، قدر يزيد فيها بزاف الحوايج. والله يحسن العوان صراحه. القيم راهو ندير 80 درهم مشاهدينا، البصمان ندير 70 درهم، يعني سومون ندير 60 درهم، كاين الميرنا ندير 60 درهم، راس كافي 50 درهم، الباجو ندير 40 درهم، يعني هذه الحوشه كبيره دايره 120 درهم. شوفوا معنا الاثمنه اللي كتراوح حنا مشاهدينا احد الاسواق الشعبيه من بيت كازا اللي هو ساق البحيره. الله يحسن هو الدراوي صراحة الغلاء اللي صاب بزاف الناس، صاب بزاف ديال الدراوي باش يحسن العوان، نتمنى يكون خير إن شاء الله بإذن الله، يا رب يكون خير إن شاء الله. إلى هنا مشاهدينا مصير نهاية الفيديو ديالنا، شكرا لحسن المتابعة اللي تلقاكم بالتشاور. كما قلتلكم إلى هنا مشاهدينا كرام مصير نهاية الفيديو ديالنا، شكرا لحسن المتابعة اللي تلقاكم بالتشاور. إن شاء الله موضوع آخر. وصلت لهم شو الموضوع.